إلهي ما الله سبحانه وتعالى إلهي كل شيء ما الله ده هرتا مركو رسا بيسيجا موقف كي قدو بدا وآخرية وهي مشرحه مشرحه الشيخ وهي عبد الرحمن إرو وحنو الشيخ نرى شعب كريس ومالنا ما كان نجي عرس أكتاقن هاي إنو موسى يسكو الشيخ إيو والله من إنو يسكو هيرا وطبع قلب وحسك حلكم با يسكو كايك هاي لكن لو أنا ترتمي هرون وترتمان معك أنا بمركو آدم حاج عليه إيو موسى شلي ميو دفديه سعد علي شريه موسى مكة ميو دفديه شنران تاني يمكى موسى دفديه لمن إلى هو أذكره روح لين هو ومسؤول رئيس مالنا ده وحلكوا سكوك يعني رتاعوا جاده ويان موسى تقول رقعة عشين مركع مجيء ودان كل مية هن مقران صحيح حلف له إنه حلف هني أدو تريبوا الميورين شن يستقبل إنه حلف هوي وحنا لا بحصل معارض بناه مركا وطاسة وطا وحنا دي شيء جينا هذا بقى موسى ما أنت دل كين هالو كنت مريه وحنا ضد مرقان صنع وقبيل بابية هتي في كسر ما كجسيد وحلاقة شيء كان يا معلوشة تيجا كسر ما لين تيجيس أفريقيا كسوس أطا باهدا طالا هاي سوما لين باغ بيدرين إلى يوكرانيا يوكرانيا بيدرين مركا بوسوس أرشينا إنك واحد كهرليا ومسؤولة ودبعتها ما تلكينة شوكتها كهرليا سعر بركة كهرليا شدال كهك عك هرليا بيل أنت كهرليا هرت مشر هذا حفيزة دولة تكتيت ولا سكشة كيسانية وحاول كسرتا مشرتو بقول يلا واتل مليون دولار أي بيلينوسيو والمنطقة بيلاني ورد تمرتين واتاس حساس وحنا ده كنا نوانس أقلين وحنا كوس عنتنا شرعي وحنا كوس عنتنا حرتش ما أنت موسى وحصة ميسانية شار وتشي وسومالان قارة كميشة جو أردين وكل إيري سيمبل وحنا كل إيري محاري ري الرع لو سود لو بدل وحصة مي جودي ما كان سعي ويلي وأوري صو ديوان جلينيا أو جيس كصعود وسمي حسب جيسي وسمي دي شيء يحب بدلي كوميشن كان وهذا يسبب بدلي شغالي هولن شلته ودم يسوي أركسين وحب موسو كهله محكمة دي صاروا فريدة بدون محكمة دوسر أيو قاطي أمر سيني قارب مدحو روحي مركاك موسى شرع البرلمان كي ولا تشتي فيه وقاطي اساغ امريا او كا كلا فريسيا حلبانه دي قدوي محكمه دا وكا لا فديا اي هرجيسا كو امريا اكزيكتيف كي وكا اساغ اهابا صدح دي اورغان بو اسكو درس موسى وين مان شو وحو كدي ودنكي من كلية أو واحد كستاء هذا ويا اللي مين أنا هاي اللي مين بيشعر سبتمبر هدا أنا مورا كاس الدولة سوق هينين دولة شديد مدحوينة هلا جهشين موسى مدحوينة معه مو معه وحنا ويا الميسك هرت مظاهرات كاسي ما أنت حفيز اللي تجمع مدحتوه اللي تجيه هلا قوم مظاهرات إذا هلك باور كتشوه هلا قوم قرية اللي تكو شير قرنا وقبلنا والله با. إن بيش من دوا ديار قرنا صد حدا أرنا ودو ميس كيالا سمالا أنت محيتي لي بندر بشاري ودللي يحي ويكتكتك مدو موس اللي يوصى ميسانيا دي كي يلمينو كي يلمينو كو هاد بكو ku taageer iyo reer ahaan iyo moos u dhiibow waxa ka xukumi doontaan oo masaakiinta aan biyo haysin
oo wax barasho haysan oo caafimaad haysan ashuurtooda ku cunaysan idigoo waxba u qaban baa ka heshaan ma arki doona wixii lagu heshiiyey hadduu ka tagay Muuse Soomaaliya wada leeyahay cadaalad ku shaqeysa sharci ku shaqeysa bal halka xukumeeyaha noosha waxaan leeyahay baarlamaankaas war haddaa waxaa wadaa taageertaan Muuse wado waa xilli baan noqon maysaan mushaar qaadan maysaan ninka sida tuuliis u tagi doona halkan loo wada joogaa oo loo wada fadhiya waa qaranimo qaranimadu haddaa baabisaan oo nin u adeegtaan qaranimo ma jiriso ciidamada waxaa leeyahay booliiska ciidamada booliiska qoryahay sitaan anaga u yibinay anuu intan u yibiyaa lagu qaramiya sodon ay ka badantay waa la kala bixi doonaa si aad baraytiisoo ma kala bixin kuwa furanta kala bixi kuwa gudaha kala bixi hadduu qalalaas yima hadduu midnimo iman weydo ragga u sabcinaya ina bixi khataraha inagu feecaan eega khataraha inagu beehag inagu wareegisan waxaad eegta anagu ma ogolaanayno Soomaalinaad dida horena dhibaato maanu geynin maantana u geyni mayno laakiin ka u geynayaan ku qabanayna kooxaha u geyn ma u burburinaya tacabkeena buu burburinaya midnimadeena buu burburinaya saldhigii ay ku fadhiday Soomaaliland iyo kala diraya beeska Soomaaliland wuxuu ahaa reer Sheekh Isxaaq reer Sheekh Isxaaq baa dadka u keenay in nabad leh dalka oo yidhi waxaan doonayaa inaan la soo cusho qarinimadeena reerkii maanta haddii idinku heshiin weydaan oo ka qaldan qaban weydaan oo reer reer u baxdaan maxay awood qabanaysa la saaro maxay doonaysa maxay ka dul qabanaysa way tiki tiki waa la kala tiki idiguna sidii 4 iyo 6 dhinkii ba reer salaad dagaalamay doonta ragu waa ragii ragu waa ragii 4 iyo 9 dhinkii waxaan sheegaynaa 29 sano guurtida fadhiday ee bila sharci ku fadhiday ee maanta sharciyadu dhacayo ee aan wax Allaah waxay qabtaan aan jirin ee maanta ay dhawaa kordhis baa jiray uu kordhinaya oo galaanimayna waxay soo jeediyaan shacabiga reer Soomaalina ma ogolaanayo dad mushaarka qaata wax Allaah wax qabtaa aan jirin maanta kordhis laga maqlay waxa leeyahay shacabiga toosa waxa leeyahay shacabiga qabiilka iska daaya fayraska ama ina biixi waa ku qaaxa ku kadilay in jabhad midaysan oo nidaam leh oo dalka marka siyaasad baxay qabsata laga waayay ee reer reer la isku dilay ee magaaladu ana ma xafad xafad wareeg jiray igaalba ilaahay uu xariisay dadka miday ilaahay ciidamada miday gacan kuma lahayn maanta hadaba fayraska uu la fadhiyay ay la fadhiyeen si qaar kale qaaxo Soomaaliland qaxan noqon mayso maanta dadku u tashanaya qaxoonti maaha guryahooda bay joogtaan daaraasa ka dhisteen nabad bay ku nool yihiin waxaan ku leenahay adigoo haddaan ognahay inay tiqadaadu ay laga tagay oo maanta aad haysan tiqad oo waxaad u meereysan tahay inaad ogtay inaad soo bixin ina wali marka lagu siiyo hadiyad kordhis ee yeeli mayno ima kaaban ku leen down down dadku ku nacee hadaaban ku leen down ma waxa leenahay walaalayaal dalkan waa in loo midooba sidii nabadeena iyo midnimadeena aanu ilaashan lahayn raga waxba waxba dibaato moojane gacan inagu lahayn yaanay in af laga deynin isku keen dirin Muuse dhaqankeeni iyo inagu yaqaanay uu ka baxay waa inaan u midownaa seen u hor joogsan lahayn maaha inaynu iska qaarkeen isaga caawiyaan maaha waa inaan cod midaysan ilahaa stop jooji nansan iskaad wadid haddaad haddaba ka adkaan jirtay qaaxo rag ka adkaan jirtay danaynaga adkaan mayjid
أنا ما قاعد أنتبهه ما قاعد أقول كيف بنشوفناه واسكيلنا موسى عدي صورة عيسى صورة موسى صورة وكسرنا والسلام عليكم ورحمة الله.